السلام عليكم، كيف الشباب؟ ان شاء الله بخير. انا حابب اليوم اسوي الصلصه تبع السيزر دريسنج. رح اسويها انا على طريقه المطاعم وكيف نحن بنسويها بالمطاعم القاضيه، بس بدي اياكم تعرفوا شغله مهمه. دريسنج تبع السيزر سلطه اذا ما موجود سمك السردين اللي مملح ما لها صلصه السيزر دريسنج. في عالم بتغير كل شيء، بس انا رح اورجيكم اياها على اصولها والطريقه الاوريجينال تبعها. تمام، في عالم يمكن ما تكون تعرف شو هي الانشوبي. الانشوبي عباره عن سمك السردين مملح مزيت. هذا انا اسويها بطريقه من دون بيض. في عالم تستعمل البيض الني، هي اساسها بيستعملها بيض ني بتصنع من المايونيز، بس المايونيز وقت بنحط فيه بيض ني في عالم يعني بتتضايق من الزنخه تبع البيض. انا رح اشيل البيض واسوي الطريقه هاي كثير كثير طيبة وحاول تسويها، وإذا ما طلعت طيبة على مسؤوليتي. أول شغلة أنا رح أجيب 15 جرام أو معلقة نشا و 125 جرام حليب، هدول بطبخهم وبخليهم ليجمدوا، وبس يجمدوا برجع بورجيكم شو بدي أسوي. معلقة صغيرة بابريكا وملح وفلفل، تمام؟ هدول بعتازن عند آخر شيء يعني، وعندي 20 جرام أو 5 معالق زيت زيتون، شو ما كان يكون ما بيأثر. وكمان عندي هون 125 جرام كريمة سائل أو حليب، وعندي هون نص ليمونة بدي استعمل العصير تبع الليمونة، و15 جرام برميزان بودرة أو معلقة، شايفين كيف؟ وعندي هون الأنشوبي أنا 30 جرام بالضبط، وعندي بيضتين مسلوقين ودرة مسلوقة، وفي عندي هون أنا دجاج أنا مساوي غريب، يعني أنا هو ني عامل له مارينة بالتايم والروزماري وبالزيت ومساوي غريب، يعني ممكن تسوى صوتي شو ما كان ما بيأثر. هون البريد هذا بقطعه بهالحجم وبخلطه مع زيت الزيتون والأوريغانو وبحمسه بالفرن يعني شي 5 دقائق لحتى يتأمر تأميرة خفيفة. وهي الرومان ليتس اللي هي الخسة اللي معروفة من إلا نحن بسوريا الخس. البرميزان البلوك، هاي البرميزان البلوك موجود، إذا ما كانت موجودة ما في داعي إلها يعني، بس أنا هي لأنه بستعملها بالمطاعم رح أعطيكم طريقة المطاعم كيف تساويها بالضبط بالمطاعم الإيطالية، إن شاء الله تعجبكم. يلا تعال. 25 جرام الحليب على البارد هن والمعلقة النشا، بنزلها على نار هادية، بدي اطبخهم طبخ انا. خلني عم حرك فيهم مشان ما يلدعوا، إذا لدعوا بيعطوا طعمة تشويط وتنتزع كل الطعمة. بلشت تجمع شوي شوي. دغري جمدت. بفردها هيك بستنى عليها حوالي نص ساعة لتبرد. هلا هون النشا والحليب شايفين كيف جمد عندي، كثير كثير سهلة بنزلهم. وأنا ما بعرف ليش على طول بنسى التوم، كل ما بدي أوصف شغلة بنسى التوم. هي كمان سنين توم لا تنسوهم، بنزلهم سوا، بنزل كل شيء سوا، البرميزان بودرة، الأنشوبي، سمك السردين اللي مملح، الزيت، معلقة البابريكا بودر معلقة صغيرة، وبنزل عليها الكريمة أو الحليب شوي شوي. يا بنت انتبهوا من شغلة، آخر شي بتنزلوا لي الليمون علينا، آخر شي بنزل الليمون شوي شوي. هون بنزل عليهم الفلفل، لازم تكون هي الطعمة شوي قوية لأنه بس خلطها بالسلطة بتعطي طعمة طيبة. دوقها أنا أول شي لأنه سمك السردين المملح كثير طعمته قوية. إذا ناقصها ملح بحط ملح، كل واحد على حسب رغبته. بدها شوية ملح.
رشق وبرجع بدوقها. مثل ما قلت لكم سمك السردين اللي مملح كثير طعم قوية، بدكم تديروا بالكم يعني. هون مشان اختبرها شو بسوي انا؟ بجيب خسة او اي نوع من الخضرة. بدوقها عليها. سلام. بدي لحظة فلفل. ولحظة ملح. أوسكريس. تفرجوا لي على القوام احلى. وهي لا فيها زنخة لا زنخة بيض ولا شيء، كثير 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 طيبة وخفيفة وخمس دقائق بتصير. هلا شباب الصلصة صارت جاهزة، في حال لقيتوها جامدة شوي بحسن نزود عليها شوية حليب وبخلطها بتصير معي مريقة. بس هي قوامها ممتاز. هلا رح ساوي السلطة أنا. أنا جبت هون الطريليس، ما بعرف شو بيقولها بالعربي، بتعطي لون حلو كمان يعني. رح خلطهم هلا. هاي بعد ما غسلت الخس وقطعته صار جاهز عندي. أنا بدي إياكم تعرفوا شغلة إنه لازم السلطة كلها تعطي طعمة عليها. خليت بإيدي تمام. برجع بزود. أنا الشباب عندي بدهم ياكلوها عم يستنوا. طلع كل تم يعني عليها الدريسنج الصلصة. هلا هدول حطيت عليهم انا اوريجانو وزيت زيتون وحمصتهم صاروا كريسبي يعني. هلا بنزل هيك. في عندي البيض. هي كلها شغلات اختيارية، اللي بيحب شو بتكون يعني بتحطوا فيها. بدنا نقسم بالتساوي مشان ما يتخانقوا الشباب مع بعض. انا في عندي بيض وانا ما عندي بيض. هلا بيجي كمان للتشيكن. تكون مساواي قريبة وخالصة، مو مشكلة عليها بس تكون باردة يعني. ما في داعي تكون سخنة. هلا بيجي لك الدرة المسلوقة زين فيها. الفلفل حط لها رشة بابريكا. هون بيجي على البرميزان سلايس، يعني ممكن ابشرها ممكن شو ما كان صرتها، بس السلايس بتعطي منظر احلى بتجي ابيض يعني. هيك بتكون خالصه السيزر سلطه العيانه. شايفين محلاها؟ انا مثل ما قلت لكم الشغله المهمه بالصلصه الانشوبي، وانا طلبوا مني كثير شباب يعني نساويها من دون بيض لانه عم تعطي زنخه، وهي الطريقه ترى هي من دون بيض. ويا ريت تجربوها تعطوني رايكم. تفضلوا. Buon appetito.